بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى معالي السيد ريشي سوناك رئيس وزراء المملكه المتحده وايرلندا الشماليه اعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لمعاليه بالتوفيق والنجاح في مهام عمله رئيسا للوزراء وللمملكه المتحده وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.